بريطانيا أول محطة في قراءتنا اليومية لعناوين الصحف الصادرة ببلدان أوروبا الغربية، حيث كتبت صحيفة The Independent أن البلاد التي سجلت يوم أمس أول حالة وفاة مؤكدة بمتحور أوميكرون عرفت تشكل طوابير طويلة أمام بعض مراكز التلقيح ليتعذر الوصول إلى موقع حجز خدمة الصحة العامة بسبب تدفق الطلبات. صحيفة لوموند الفرنسية نقلت من جهتها عن منظمة الصحة العالمية تأكيدها أن أوميكرون آخذ في الانتشار على ما يبدو بشكل أسرع من المتحور دلتا المسؤول حاليا عن معظم الإصابات في العالم. وفي سويسرا سلطت يومية لوتون الضوء على اختيار مجلة التايم الأمريكية لرئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وشركة استكشاف الفضاء سبيس إكس إيلون ماسك شخصية للسنة، مشيرة إلى أن أغنى رجل على الكوكب يخلف بثروة تقدر بنحو 265 مليار دولار رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ونائبته كامالا هاريس. ونقرأ على صحيفة لا ديرنيغ البلجيكية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أفلت من مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في لقاء كان سيحمل نكهة خاصة ليقع على العملاق ريال مدريد الإسباني بحسب القرعة المعادة للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.